بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي الطلاب، طلاب جريد 6، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري، يا رب دايما بخير. النهارده ان شاء الله يا ولاد هنكمل كلامنا عن كونسبت نمبر 1 في الترم الثاني، اول كونسبت في الترم الثاني. نبدا بليسن 2، خلصنا طبعا الفيديو اللي فات ليسن 1. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليسن نمبر 2 اللي هو بعنوان هاو دو سولار انرجي اند جرافيتي drive the processes of water cycle. يعني يا مستر ازاي حاجتين بيأثروا او حاجتين مهمين جدا يا ولاد بيأثروا في الووتر سايكل. يعني الووتر سايكل طبعا اللي درسناها الحصة اللي فاتت، عايزين نعرف بقى ازاي بتتأثر بالسولار انرجي وازاي بتتأثر بالجرافيتي. تمام كده، يبقى how do solar energy and gravity طبعا drive the processes of this water cycle، يعني بتحرك العمليات المهمة اللي بتحصل في الووتر سايكل. قبل ما نبدأ تعالوا مع بعض كده، اللي لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب ويتابعنا على صفحة الفيس مستر ساينس عشان يعرف كل الأخبار وياخد ملزمة المنهج بتاعه، إن شاء الله هيلاقوها في أول كومنت تحت الفيديو ده، أو هتلاقوها طبعا في جروبات الواتساب والتليجرام. اللي لسه ما اشتركش معانا يدخل على وصف الفيديو هيلاقي كل اللينكات بتاعت الجروبات بتاعتك لو عايز تنضم لينا. أول حاجة تعالوا نفتكر مع بعض كده، condensation and evaporation are two opposite processes. يعني يا مستر condensation، تعالوا نفتكر كده مع بعض، فكر معايا أنا كأني طالب أهو بفكر. condensation it is the process of change matter from gas state، أنا بحول ال gas state عن إلى إيه، بخليه مين يا أولاد، بخليه liquid state، بخليه برجعه تاني liquid. طب ال evaporation، لا ال evaporation يا مستر هو بيكون liquid، يعني ليكويد بيتحول لمين؟ بيتحول لجاز. يبقى هما بالظبط عكس بعض، ولا كلمه اوبزيت يعني عكس بعض، هقوله طبعا ترو. The amount of solar energy that reaches the earth differ from one place to another on the earth surface. يعني السولار انرجي خدناها طبعا الحصه اللي فاتت في الفيديو اللي فات، بتختلف من مكان لمكان. طبعا السولار انرجي اللي بتوصل للارض differ from one place to another on the earth surface. طبعا الكلام ده برضو يا ولاد ترو. طيب خلي بالك بقى معايا كده، in this activity we'll study what is meant by the water cycle and factors affecting it. احنا عايزين بقى نعرف في الليسون ده كمان تحديدا مين هي الووتر سايكل، تاني ندرسها ونعرف عنها معلومات زياده، ومين كمان يا ولاد الفاكتورز affecting it، يعني ايه العوامل اللي بتاثر فيها. تعالوا مع بعض كده الاول نعرف what is meant by water cycle. اسمع كده تاني الديفينيشن بقى بتاعها، it is a continuous movement of the water among different water reservoirs. يعني كلمة reservoirs دي يا مستر يعني حاجة اسمها خزانات المية، تاني كده خزانات الماء. اسمع كده، هي الووتر سايكل it is a continuous movement of the water among different، يعني الحركة المستمرة للمية among different water reservoirs، يعني ما بين خزانات المياه المختلفة. يعني المية بتتجمع في أماكن مختلفة، تفضل بقى المية تتحول من صورة لصورة ما بين طبعا الأشكال ديت أو الخزانات دي. طب بالراحة كده حاجة حاجة، what is meant by water reservoirs؟ يعني إيه يا مستر خزانات المية دي؟ اسمع كده، they are storage location of water on earth. تاني كده، they are storage location of water on earth، يعني أماكن تخزين المية على الأرض. يعني الأماكن يا ولاد اللي بتتجمع فيها المية وتتخزن فيها الميه على الارض بيسموها باسم ووتر ريزرفورز. تعالوا نشوف كده بالصور مع بعض، زي ما انتم متعودين قناه مستر ساينس مش مجرد ملزمه موجوده على الشاشه، نحاول احنا نفهم بالصور المتحركه كمان يا ولاد. ايه هي الووتر سايكل؟ It is a continuous movement of water، يعني حركه مستمره للميه. ادي زي ما انتم شايفين كده الووتر فيبور، ادي ميه متجمعه هنا اهي، ده يعتبر ايه؟ يعتبر ووتر ريزرفورز، خزان ميه، مخزن للميه. يحصل ايفابوريشن، يعمل كلاود، الكلاود تنزل تاني على شكل رين، الرين تنزل تملى خزان ميه تاني اهو، شايفين؟ وهكذا بقى يا ولاد. طب what is meant by water reservoirs؟ اهو اسمع كده، they are storage locations of water on earth، اماكن تخزين الميه على سطح الارض. اتفقنا؟ ادي مثلا lower reservoir وهنا ايه؟ upper، يعني خزان علوي وخزان ايه؟ سفلي، ايا كان بقى اماكنها، المهم ان هي معناها ايه؟ storage locations of water on earth. يلا نكمل. water reservoirs includes، خزانات الميه دي معناها ايه؟ ما تفتكرش ان هو خزان ميه زي اللي عندنا كده على سطح البيت بتاعنا، لا لا، ده الاوشن ده يعتبر water reservoirs.
السيز، الليكس، الريفرز، الجليشيرز اللي هي الانهار الجليديه، السويل، الروكس، الليفينج اورجانيزمز، الاتموسفير. كل دول يا ولاد يعتبروا the main processes and steps that move water among these reservoirs are. ايه بقى؟ خلي بالك بقى، كل دول يعتبروا water reservoirs. طب مين يا مستر العمليات the main processes بقى، العمليات الاساسيه والخطوات and steps that move water among these reservoirs are ايه هي؟ يعني مين يا مستر بقى اللي عمال يحول الميه من shape لانذر، يعني من شكل للتاني، from shape to another، تمام؟ اللي هي مين بقى البروسيس ديت، العمليات دي زي الايفابوريشن زي ما شفنا كده في الصوره اللي فاتت، زي الكوندنسيشن، زي البريسيبيتيشن اللي هي الترسيب، زي الران اوف اللي هو جريان الميه، زي الكوليكشن اللي هو المكان اللي بتتجمع فيه الميه. كل دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا يا مستر لو جالي في الامتحان هيقول لي كده from the main processes and steps that move water among the water reservoirs. مين هي العمليات الاساسيه والخطوات اللي بتحرك الميه ما بين الووتر ريزرفوارز؟ بصوا تاني كده يا اولاد معلش عشان تفهموها، اتفقنا ان السي ده يعتبر ووتر ريزرفوار، الاندر جراوند ووتر دي او الجراوند ووتر دي تعتبر ووتر ريزرفوار. طب يبقى معنى كده يا اولاد مين بقى اللي عمال بقى يبدل ما بينهم، يعني نخلي ميه البحر تتبخر وتنزل تاني على شكل رين؟ العمليات بقى اللي بتحصل اللي هي مين؟ زي مين قلنا؟ زي الايفابوريشن، زي الكوندنسيشن، زي البريسيبيتيشن، زي الران اوف، وزي الكوليكشن. All these processes and steps depend on energy and force. لا ستوب، ده في تسلسل مهم، ركز تعالى بس اديني دماغك كده لحظه، ركز ما تسرحش. لو قال لك في الامتحان from water reservoirs include او from water reservoirs، وعمل لك سبيس بقى كذا سبيس كده، هتقول له ايه؟ هتقول له الاوشنز، السيز، الليكس، السويل، اتموسفير، ليفينج اورجانيزمز، روكس، قول اي حاجه منهم. طب لو قال لك في الامتحان the main processes and steps، العمليات الأساسية والخطوات that move water among water reservoirs، هتقول له مين بقى اللي ما بين خزانات المية دي وتجمعات المية، ايه العمليات اللي بتحصل؟ ممكن تقول له evaporation، condensation، precipitation، run off، collection، هتقول كل الكلام ده. طيب لو قال لك بقى all these processes and steps، كل العمليات دي اللي هي evaporation والcondensation والبريسبتيشن والران اوف والكوليكشن، كل دول بقى يا اولاد ديبند اون ايه؟ لازم يكون في ايه موجود عشان يحصلوا؟ لازم يكون في يا مستر انرجي، ولازم تكون في فورس. طب الانرجي عارفين هنجيبها منين؟ اهي شاورت عليه، برافو عليك، من الصن، ذا موست امبورتنت سورس اوف انرجي، المصدر الاساسي. ركز بقى كده، يبقى يا مستر يعني انا فهمت يا مستر ان عشان يحصل ايفابوريشن وعشان يحصل كوندنسيشن وران اوف وبريسبتيشن وكوليكشن، كل ده محتاج حاجتين، محتاج انرجي، كل الكلام ده عشان يحصل ديبند اون انرجي اند فورس، بيجي في كومبليت في الامتحان. طب الانرجي ايه هي؟ تعالوا نشوف. The sun is the main او the most important source of energy، لو كان في كومبليت يقول لك كده سبيس the most important source of energy، هتقول له مين؟ sun، تمام. كمل بقى. That affects the water cycle. طبعا ده أساسا يا ولاد الwater cycle لازم تبدأ من الصن، دي تعتبر إيه؟ The most important source of energy. كمل بقى. The sunlight اللي هي يعتبر solar radiation اللي الشعاع الشمسي that comes from the sun includes thermal energy. يا مستر تاني كده بالراحة، أصل إشعاع الشمس ده هيدينا thermal energy أو هيعمل thermal energy. لو جالي في الامتحان يقول لك كده solar radiation that comes from the sun includes space energy، بيحمل ايه او يشمل ايه؟ يشمل thermal energy. طيب كمل. that causes the change of states of water. طبعا ما هو يا مستر السولار انرجي دي هي اللي تحول الميه، زي ما انتم شايفين في الجيف الصغير ده، شايفين ايه؟ شايفين يا مستر اتحولت الووتر من liquid state into gas state. مين المسؤول عن كده يا اولاد؟ هي الصن دي يا اولاد. يبقى الصن عملت ايه؟ include thermal energy، بتشمل thermal energy اللي هي بتعمل ايه؟ that causes، بتسبب the change of the state of water through water cycle، هي اللي بتحول ال states of water through water cycle. طب ادينا example يا مستر، تعال تعال اسمع كده. number one، when water changes from solid state for example ice state اللي هو التلج يعني
to liquid state اللي هو الووتر it gains. ها انت اللي هتقول، يلا بص الناحية التانية، it get gain energy. which energy تحديدا؟ thermal energy يا مستر. طبعا يبقى when water change from solid state into liquid state it must gain heat energy. when water changes from liquid state اللي هي الحالة بقى قدامكم في الصورة دلوقتي to هنا سوري من liquid lice هنا، لكن في الصورة طبعا من liquid لجاز، لكن لو من liquid lice يا ولاد لا محتاجة يا مستر لوز انرجي، محتاجة تفقد ايه؟ انرجي اللي هي الثيرمال انرجي. طبعا لو من ليكويد لايه؟ لايس. اما هنا من ليكويد لجاس برضو محتاجة ان هي جين ثيرمال انرجي. يعني خلاصة الكلام هو هنا عايز يفهمك ان عشان البروسيسز دي بتحصل اللي هي الكوندنسيشن، ايفابوريشن، فريزنج، اي بروسيس من الحاجات دي محتاجة يا ولاد ديبند اون انرجي، ثيرمال انرجي اند فورس. طب يا مستر الانرجي، الانرجي خلاص وعرفناها، what about force؟ تعالوا نشوف. force water states to move or change its way of movement when a force affected. براحة كده تاني، يعني المية water starts to move or change its way. المية عشان تبدأ تتحرك او تغير المسار بتاعها محتاجة ايه؟ هتقول لي يا مستر need force affected. لا مش فاهمين يا مستر يعني ايه؟ يعني شايفين التلج ده يا ولاد؟ التلج ده هو دلوقتي في حالة ايه؟ solid state. عشان يتحول change from solid to liquid ايه اللي بيحصل له؟ تقول لي يا مستر بيقع وينهار، صح؟ يسقط الجليد ده. طب مين اللي القوة اللي شدته؟ ال gravitational force اللي هي ال force of gravity، صح كده؟ في فورس يا ولاد عملت فيه ايه؟ في فورس خليته يتحرك. يا رب نكون فاهمين الجزئيه دي. طيب خلي بالك بقى معايا نشوف كده ونكمل. اسمع، water starts to move or change its way، يعني الميه عشان تبدا تتحرك او حتى تغير المسار بتاعها. اللي يحصل امتى الكلام ده يحصل؟ when ايه؟ لو قال لي في الامتحان هتقول له when a force affects it، لما في قوه تاثر عليه. كمل كده. There is main force that affect the water cycle which is gravity. مين اهم او الفورس الاساسيه يا اولاد اللي بتاثر على الووتر سايكل؟ هتقول لي مين؟ الجرافيتي. مين كمان يا اولاد؟ حتى هنا كمان بيقول لك ايه؟ wind is another type of force that affect the movement of water. حتى كمان الرياح الويند بتاثر وتخلي طبعا الواي بتاع الووتر او مسار الميه بيتغير. لا في ناس سرحت، صح؟ احنا عايزين نعرف ايه اساسا؟ تقول لي مثلا احنا عايزين نعرف الفاكتورز ذات افكت ووتر سايكل، فاكتورز ذات افكت ذا ووتر سايكل. عرفنا مين اول فاكتور يا مستر؟ عرفنا الانرجي اللي هي ذات كامز فروم ذا سن which is called thermal energy. مركز معايا؟ بتاثر ولا ما بتاثرش؟ بتاثر طبعا يا مستر، اهو بص على الصوره وانت تعرف. The water change from liquid to gas by thermal energy of water. طب ال second factor ال force بتأثر يا مستر في الووتر سايكل؟ يعني من غير الفورس مفيش ووتر سايكل؟ طبعا من غير الانرجي ومن غير الفورس. طب الفورس لايك ايه؟ لايك gravitational force، force of gravity، لايك wind force، قوة الرياح. طب بتعمل ايه؟ starts to move or change its way of movement. مين يا مستر؟ واي بتاع مين؟ بتاع الووتر طبعا. بتغير وبتتحكم في مسار مين يا ولاد؟ المياه، زي مثلا قلنا ايه؟ الفورس اوف جرافيتي. طيب تعالوا نشوف اكزامبل الجرافيتي فورس. بصوا كده على الصوره دي، ادي بصوا شايفين الجبل جليدي كامل بينهار. تخيل بقى يا ولاد لو مش هيسقط، مفيش جرافيتي، هيفضل متعلق، هل ينصهر ويرجع ميه وبعد كده يرجع تاني ينزل مطره؟ لا طبعا، خلاص وقفت الووتر سايكل. شفتوا بقى؟ يبقى الجرافيتي is the force that causes a. تعال نشوف الجرافيتي بتعمل ايه. شيل بقى الصورة عشان ما تبصوش عليه. اسمع كده، جرافيتي is the force that causes number one falling of melting ice crystals and water droplets found in clouds. تعال تعال، ده حتى كمان من غير الجرافيتيشنال فورس المطرة مش هتنزل، لان هي بتساعد عليا يا ولاد falling of melting ice، يعني بتساعد على سقوط الميلتنج ايس زي ما شفنا كده. ده مش ميلتنج ايس بس كمان، عشان ما نفكرش ان هو التلج اللي بيقع، لا
ده حتى كمان الووتر دروبليتس، قطرات الميه اللي هي موجوده فين؟ ان كلاودز. مين بينزلها تحت؟ الفورس اوف جرافيتي. شفتوا بتعمل ايه فورس اوف جرافيتي؟ يبقى الفورس اوف جرافيتي كازز وات؟ نمبر 1 فولينج اوف ميلتينج ايس كريستالز، سقوط كريستالات التلج، اند ووتر دروبليتس which found in clouds back to the earth surface، عشان تنزل تاني على الارض. طب وبعدين يعني ما تنزل ايه اللي يحصل؟ This leads to طبعا flowing of liquid water downhill into streams and rivers towards large water bodies. لا لا مش فاهمين يا بس. يعني لما التلج ده ينزل يا اولاد هيروح فين؟ هيمشي في مساره، لما بيتحول لميه بقى طبعا، او حتى لو مطر هتمشي في مسارها وتروح لفين؟ تروح للستريمز اللي هي قلنا الجداول، او الريفرز الانهار، وبعدين تصب بقى في مين يا ولاد؟ زي ما احنا قلنا في لارج ووتر بادي لايك اوشن اند سي، صح ولا لا؟ في اوشن اند سي، يا بحر يا محيط يا بحر. طيب ايه كمان؟ نمبر 2 flowing of water in solid state ice in glaciers from higher altitude area ل higher elevation ارتفاع عالي to a lower altitude area ارتفاع منخفض. يعني حتى كمان سريان الميه على شكل solid state في الانهار الجليديه، يعني نهر جليدي ميه فيه بتتحرك، بتتحرك منين او بتسقط منين؟ من مكان مرتفع higher elevation، مكان مرتفع اللي هو بيسموه باسم higher altitude ارتفاع عالي، to lower altitude where the frozen water melts and flows into the ground or water bodies. يعني بيقول لك ان الجليد بيسقط من الاماكن المرتفعه للاماكن المنخفضه برضه بفعل مين؟ الجرافيتي. تمام يا ولاد؟ يعتبر يعني كلام مكرر زي النقطه اللي فوق. ايه كمان؟ ليكج اوف برضه خلي بالك بقى تاني ما تسرحوش، احنا بنتكلم على مين؟ الايفكت بتاع مين؟ الجرافيتي. هتنزل الكريستالات بتاعت التلج وقطرات الميه اللي بتنزل من السحاب found in clouds. كمان هتوقع مين؟ الجليد اللي موجود اللي هي الايس ان جليشيرز from higher altitude to lower altitude، من اماكن مرتفعه لاماكن منخفضه. طيب ايه كمان هتعمل ايه الجرافيتي كمان؟ leakage of liquid water down into the ground، حتى كمان تسريب الميه، تسرب كلمه leakage يعني تسرب الميه down into the ground to the ground water reservoirs، يعني تفضل الميه كمان تتسرب وتعمل خزانات ميه جوفيه تحت الارض. وبعدين flowing of ground water from higher altitude area to the lower altitude area، حتى كمان الميه الجوفيه تتحرك من مكان مرتفع لمكان ايه يا اولاد؟ منخفض. طبعا من الكلام اللي فات ده كله we can conclude that، نستنتج ايه؟ ان thermal energy that comes from the sun تمام and the gravity force، شفتوا بقى اهم كلمتين بتوع النهارده، force والenergy. الثيرمال انرجي اللي هي جايه منين؟ from the sun and the gravity force that are factors affect the movement of water in the water cycle. خلاص خلصنا كده وعرفنا خلاص ان الانرجي that comes from the sun which is thermal energy and the force which is gravitational force affect the movement of water in water cycle، بتأثر على حركة المية فين يا ولاد؟ في الووتر سايكل. تعالوا نكمل الليسون بتاعنا اكتيفيتي نمبر 5 انرجي اند ووتر. انرجي اند ووتر سايكل. From the previous activities you have know that when water changes from one state to another، لما الميه يا ولاد تتحول من شكل التاني ايه اللي يحصل؟ it gain or absorb or lose energy. لا بالراحه بالراحه بالراحه. واحنا مش قلنا من شوية عشان نتحول مثلا من ايس، عشان المية تتحول من ايس لليكويد انت محتاج ايه كده؟ تقول لي يا مستر محتاج ان انا الايس دي يعمل ايه؟ ابزورب لمين؟ للثيرمال انرجي. طب عشان نعمل العكس من الليكويد للايس ستيت، لا محتاج يا مستر هنا لوز او ريليز انرجي، تطلع الحرارة اللي فيها. لوز او ممكن تقول ريليز، ريليز يعني ايه؟ بتخرج الحراره اللي فيها فترجع تلج تاني. او هنا جين اور ابزورب، يبقى اسمع بقى كده. يبقى اكتشفنا ايه؟ when water changes from one state to another، لما الميه تتغير من شكل للتاني حاجه من الاتنين،
يا اما تكون بتعمل gain or absorb heat energy او thermal energy، او بتعمل lose or release energy. الاثنين نفس المعنى والاثنين دول نفس المعنى. طيب ايه كمان؟ gaining or losing energy affects the water particles molecules in the air. لا بالراحه مثلا علينا شويه تاني كده. لو الووتر يا ولاد عمل جين او حتى لوز للانرجي، ده بيأثر في مين؟ في الميه. بيأثر على الووتر بارتكلز اللي هي الووتر مولكيولز ان ذا اير. اكيد طبعا. هل الميه على شكل ليكويد ستيت زي الميه على شكل مثلا جاس ستيت، بخار طالع هنا ميه مثلا مطر اهي على شكل ليكويد ستيت؟ هل المولكيولز هنا زي المولكيولز بتاعت الجاس ستيت؟ لا طبعا يا مستر. يبقى اسمع كده، gaining or losing energy سواء الميه بتفقد او بتكتسب energy، ده بيأثر على ايه؟ affect ايه؟ water molecules in there. بيأثر يا ولاد على الwater molecules اللي موجوده فين؟ في الهواء. يا رب نكون فهمناها. خلي بالكوا بقى من اللي جايه. The movement of air from one place to another in the presence of difference in temperature leads to. لا بالراحة يا مستر. يعني حتى كمان يا ولاد حركة الهواء من مكان لمكان في وجود difference in the temperature، اختلاف في الحرارة، بيعمل ايه؟ يعني يا مستر الهواء هو بيتحرك من مكان لمكان على الأرض، والمكان ده بارد والمكان ده سخن حار، ايه اللي يحصل؟ يعمل ايه؟ يأثر في ايه؟ changing of liquid water to water vapor. طبعا اكيد يحول الميه لبخار. And this process is known as evaporation. طبعا الكلام مش جديد يا ولادي. تاني كده، يعني حركه الهواء مع اختلاف الحراره ده ممكن يعمل changing of liquid water into water vapor. And this process is known as evaporation. او changing water vapor to liquid، العكس بقى، حول البخار لميه. In the form of water droplets، على شكل قطرات ميه. And this process is called condensation. Condensation. يبقى خلاص الكلام ان الـ evaporation والـ condensation عكس بعض. الـ evaporation هو عبارة عن change of water from liquid to gas to water vapor. الكلام ده بيحصل بتأثير مين؟ ان يا مستر الـ air بتتحرك، الـ air move from one place to another in the presence in the difference in temperature، مع اختلاف في الحرارة. طيب transfer of energy، كده عرفنا الـ energy and water cycle. طب انتقال الانرجي بقى، الترانسفير اوف انرجي، خلي بالك معايا. كوندنسيشن اند فريزنج ار تو بروسيسز اوكيرز وين ووتر بارتكلز لوز ثيرمال انرجي. تعال افكرك كده، خلي بالك ده بخار سخن طالع، بخار طالع لفوق اهو، لما يبرد فوق يعمل ايه؟ يعمل كلاود، سحابه، صح؟ تبرد تروح منزله الميه مطر. دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها كوندنسيشن بروسيس. طب ايه اللي حصل؟ حصل يا مستر ان البخار ده لوز ثيرمال انرجي، فقد الحراره بتاعته. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون الحله اللي على النار كده طالع منها بخار، وانت جبت سطح بارد اهو لوز بتبرد البخار، فعمل ايه على البخار لما طلع على لوح ازاز مثلا او غطا الحله؟ هيعمل ايه يا ولاد؟ هيعمل ميه، دروبلتس، قطرات ميه. مين زيها برضو؟ الفريزنج. الفريزنج يعني عندك شويه ميه، شويه ميه اهم في الطبق ده كده، وجيت بردتها حطيتها في التلاجة شويه الميه دول، يبقى انت عملت ايه للثيرمال انرجي؟ لوز. انت بتفقد الميه الحراره بتاعتها، بتبردها، اتحولت لايس، بقت تلج. يبقى بصفه عامه كوندنسيشن اند فريزنج ار تو بروسيسز اوكيرز وين ووتر ايه؟ When water particles lose thermal energy. طب مين التانيين؟ ركز بقى معايا كده. Melting and evaporation. تعال نتخيلها مع بعض. أنا معايا مكعب تلج أهو، مكعب تلج. اديته heat، يعني gain heat energy، absorb. هيتحول لإيه؟ لليكويد. برافو عليك. طيب يبقى دي اسمها إيه؟ Melting process. مين كمان؟ الايفابوريشن، عندك شويه مي في الطبق ده سخنتهم، جين هيت انرجي، اعطيتهم حراره، اديتهم حراره، صح؟ جين هيت انرجي تحول لمين يا اولاد؟ لووتر فيبر.
يبقى يعتبر مين؟ الميلتينج والايفابوريشن برضو مالهم يا ولاد؟ and transpiration in plants، يعني دي transpiration دي حاجة اسمها النتح يعني في النبات يا ولاد، اللي هو النبات بيخرج المية زيادة، لو ورقة النبات كده عليها نقطتين تلاتة مية دي اسمها ايه؟ transpiration. transpiration اللي هو النتح. مالهم؟ our process occurs when the water particles gain thermal energy. ركزوا ركزوا بالله عليكم كده، ركزوا خلي بالك، ممكن يسألك يقول لك كده space and space are two processes occurs when water lose thermal energy. مين اللي بيحصله لما الحراره، لما الميه تفقد الحراره؟ freezing بالعقل، ميه سحبت منها الحراره يعني بردت فبقت في تلج يبقى freezing، او condensation بخاره بردته عملت له لوز للثيرمال انرجي طلعت منه الحراره فبقى ايه؟ ميه، يبقى حد كوندنسيشن. اما الميلتنج والايفابوريشن والترانسبيريشن are processes occurs when the water particles gain thermal energy. يا رب نكون فاهمين يا ولاد الترانسفير اوف انرجي، انتقال الحراره ممكن يعمل ايه في الووتر سايكل. طيب الايفابوريشن، تعالوا ناخد اكزامبل على الايفابوريشن. يلا كده، through the water cycle the sun heats water. هنا ال water particles gain heat، خدت حراره من الشمس، يعني كان في كده water bond كده، بركه ميه، خلي بالك يا ولاد ركز معايا، كان في water bond بركه ميه، وبركه الميه دي اتعرضت للشمس. اسمع بقى كده، through water cycle، اثناء يعني او خلال water cycle ايه اللي بيحصل؟ The sun heats water، الشمس تسخن المية. In oceans, seas, lakes, rivers, streams, and other water bodies. وبعدين this leads to evaporation of water and changing it into water vapor due to a أيوة برافو عليك، due to gaining thermal energy. شفتوا بقى؟ يبقى ال evaporation مرتبطة بإيه؟ ب gain thermal energy. طيب الترانسبيريشن اللي احنا قلنا عليها عملية النتح في النبات، بلاش اسمها بالعربي، يعني ايه ترانسبيريشن؟ It is a type of evaporation، هي نوع من انواع الايفابوريشن بس بتاع النبات بقى، ايفابوريشن خاص بالنبات يا ولاد. What is meant by transpiration؟ It is a type of evaporation that take place through the stomata of the plant leaves، بتحصل في الاستوماتا اللي هي فاكرين طبعا البلانت ليف وفيها حاجة اسمها فتحات اسمها الاستوماتا، بتخرج الميه الزياده زي الصوره دي كده، شايفين الميه عامله ازاي على ورقه النبات؟ اول ما تصحى من النوم كده وتلاقي ورقه النبات عليها نقطتين ثلاثه ميه، تعرف على طول ان دي اسمها ترانسبيريشن، ترانسبيريشن بروسيس. طيب about 10% of water vapor in the air comes from the transpiration of plants، 10% من الميه يا اولاد، من بخار الميه اللي في الهواء بيجي من الترانسبيريشن اوف بلانتس اللي هو النتح في النبات. ربنا يكون فاهمين الكلام ده. Example shows transpiration process. ادينا يا مستر كده example يعرفنا الترانسبيريشن دي عشان ما ناخدش بالنا منها. Bring two plants different size. هات كده نباتين حلوين كده، واحد كبير شويه والتاني صغير شويه الليفز بتاعته. ماشي، وبعدين put one of them in the direct sunlight and the other in shadow area. حط واحد منهم في الشمس كده، شمس مباشره، والتاني في مكان ضله شويه. وبعدين tie around the leaf from each plant a plastic bag. هات ورقه كده ولف حواليها كيس بلاستيك واقفلها كويس، والبلانت الثانيه او الليف الثانيه حط عليها كيس بلاستيك. وبعدين water droplets formed inside each of the two bags. يعني هتلاقي فيه كده ايه، يعني بخار ميه كده من جوه، عارف كده الازاز بتاع ايوه الازاز بتاع الشباك عليه ميه كده، نفس الفكره. ده معناه ايه يا ولاد؟ The sunlight affects the amount of transpiration of blood. مين هيبقى عنده ميه اكتر؟ والله يا مستر اللي موجود في ضوء الشمس. ليه؟ الشمس عارف لما تكون عرقت النبات خلته يعرق، خلت الميه اللي فيه تتبخر، يعني هتطلع هي تتبخر. اسمع، The sunlight affects the amount of transpiration of plants. When the amount of this energy comes from the sun increase، كل ما طاقة الشمس تزيد، the transpiration in plant level increase directly، relation directly، كل ما يكون الجو حر شوية
والانرجي بتاعت الصن زياده يا اولاد، اكيد the amount of transpiration process increase. طيب كده عرفنا مين يا ولاد، عرفنا مستر الايفابوريشن، عرفنا الترانسبيريشن في الووتر سايكل، وتعالوا بقى نعرف الكوندنسيشن. هناك كانوا جين هيت انرجي، اما هنا بقى او ثيرمال انرجي، هنا كوندنسيشن. كوندنسيشن occurs when the air that is saturated with water vapor is cooled. لا بالراحه يا مستر، لو في يوم كده يا ولاد رطوبه عاليه شويه والجو مليان ووتر فيبر، واحنا قاعدين في العربيه بتاعتنا ولا في البيت فاتحين التكييف بتاعنا، ايه اللي يحصل؟ The air that is saturated with water vapor cools. لما الهواء دوت يبرد due to the decrease of the air temperature، انخفاض الحراره، so the water vapor changes into liquid water. الازاز بارد فالهواء بره سخن، يعتبر يتبرد، اتبرد طبعا لما لمس الازاز، فراح عمل ايه يا اولاد؟ عمل ووتر فيبر وعمل كوندنسيشن. نفس الفكره دي هي فكره تكوين السحب. يا مستر يعني كأن دي سحابه، بس سحابه على الازاز بتاع البيت بتاعنا. نفس الفكره بقى بتحصل فين؟ فوق، سبحان الله. Clouds are formed where they are consist of tiny water droplets. السحب دي اللي ركب الطياره كده ودخل بالطياره كده في السحاب، فعلا يحس ان في ان هو ماشي في قطرات ميه، تخيلوا السحابه دي. Clouds are formed where they consist of tiny water droplets that are considered in the air. يعني الكلاود بتتكون كانك بالظبط فين؟ قطرات ميه صغيره. So water vapor release its energy. يعني ايه release؟ قلنا يعني بيخرج. lose يعني equal lose. الووتر فيبور يخرج الحراره بتاعته and change into liquid water، ويرجع تاني بدل ما كان بخار سخن كده، لا يرجع تاني بقى ايه؟ liquid water، لانه فقد الحراره بتاعته. How clouds are formed؟ clouds are formed due to the condensation of water vapor into water droplets. اوعى تنسى دي. يبقى how clouds are formed؟ clouds are formed due to the condensation of water vapor into water droplets that attach the particles of dust, smoke. طبعا يا ولاد بيكون معاها بقى شويه ايه؟ dust على شويه smoke ويعملوا السحب. When large number of these water droplets join together they form clouds. لما عدد كبير بقى يتحد مع بعض ويعمل لنا سحابه حلوه كده. Clouds are made up of millions of tiny water droplets. ملايين من قطرات المية. When these water droplets become too heavy، تبقى تقيلة بقى، تقع بقى علينا، they fall in the form of rain. What happened؟ What happened when the water droplets become too heavy؟ يلا جاوب. إيه اللي يحصل؟ لما when the water droplets which form clouds become too heavy. الووتر دروبلتس قطرات الميه اللي بتكون السحب تبقى تقيله، هتقول له ايه في الامتحان؟ they fall in the form of rain، هتسقط على شكل ايه يا اولاد؟ سحب. بكده خلصنا ليسون نمبر 2، نسمعه مره ثانيه بتركيز وقسمه كده على اجزاء، واشوفكم على خير ان شاء الله المره اللي جايه. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناه يا جماعه اللي لسه بيتابعنا كده من غير ما يعمل سبسكرايب، عشان طبعا نشجع القناه على الاستمرار. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.